اهم قم يا سبحان الله. تبي تشم ريحتهم يا وليا؟ تعالوا اقعدوا اتفاحوا، بعد كده مش حاسبكم الا ما اعرف انتوا كنتوا فين بالظبط. وانت كنت فين يا مقصوفه الرقبه؟ انت امك بتقول انك بتلم الغسيل، فين الغسيل اللي لميتيه يا رحمك؟ ما ترد يا بنت. كنت مستني احمد ومحمد. ما هو دلعك ليهم انت، امك ده هو اللي هيجيب اخرتهم ان شاء الله. يلا اتفاحوا. ايه ده؟ ولا ايه الوساخ اللي في ايدك دي؟ روح اغسل ايدك وبعدين تعالى كل. يلا جاتك القرف، انت راح فين يا سي محمد؟ ما انا ايدي سخنه كمان يا حاج. طب غور وراه، راح فين يا مقصوره الرقبه؟ هنور لهم. تنور طريقك يا اختي. حاج انا ايدي نضيفه كل. ادفع. مديحه بنت يا مديحه، عاوز ايه؟ سيب اللمبه دي يا مديحه وروحي شوفي الحاج عايز ايه. حاضر. انت بتعملوا ايه؟ لا عنك انت الواجب ده. اوعى بس كده عاجبك كده اهو غدا نصيبي. وبعدين ناس الطلعه دي بتاعتنا يا محمد يا فتحي. طب وطلعت بكره مالكمش فيها؟ طلعت ايه؟ الماتش ولا مش هتلعبوا بكره؟ وهو احنا من امتى بندفع عشان نلعب؟ طب هو في لعبه من غير كره؟ ما ترد. انا جبت الخيط والشراب والكله والسفنج. ما السفنج جايبينه انا ومحمد. من غير السفنج الكره لوحدها مكلفاني 20 قرش بالمصنعيه. هتدفعوا نصيبكم انتوا الاثنين هتلعبوا، مش هتدفعوا نصيبكم مش هتلعبوا. مش عايزين نلعب. برضه هتدفعوا نصيبكم. انا مستغرب على اخوك فتحي ده، معاه فلوس قد كده ومع ذلك ما بيستكفاش. سيبه براحته، اي فلوس ياخدها مننا مديحة تجيبها لنا منه تاني. ازيك يا محمد؟ اهلا اهلا يا حبيبي. سلام عليكم. اهلا يا حبيبي. تعالى. في ايه مالك؟ انت سامع ابوك بيقول اهلا يا ايه؟ اقعد يا حبش، مد ايدك بسم الله، حماتك بتحبك. حماتي بتحبني ده يا حاج؟ حماتي بتحبني ازاي؟ حمات تحبيني لما يبقى اكل عادي، انما بهريز والسمين ده كله تبقى حماتي بتموت فيا. ازيك يا حاج؟ تعيش يا حبش. والله يا حاج كنت عايز اكلمك. وبعدين يا حبشي بص، مفيش كلام لا قبل الاكل ولا عليه، ها؟ هنتكلم بعد ما نخلص اكل، ماشي يا حبشي؟ وخد اللسان ده حطه في بقك عشان تعرف تسكت. يلا ماشي يا حاج. ابنك يا احمد. عم حبشي خد دي مني يا عم حبشي. ماشي ربنا يخليك. وابنك محمد بقى، والله بحبك يا عم حبشي وانا بموت فيك يا اولاد، ربنا يخليكم بموت فيكم. ولادك دول متربيين اخر تربيه فعلا فعلا، ربيت يا حاج. وبعدين يا حبشي احنا مش قلنا لا كلام على طعام؟ انت ايه برضه ما بطلش بلع راديو؟ اسكت كل. حاول. ايه ده؟ انت عايز تغسل لعيب ولا ايه؟ كراكة يا كابتن حبشي، ده هو اللي زيني قدامك وانت شايف بعينيك اهو. ايه والله وزقت ولا جيت جنبه يا كابتن. خلاص خلاص انا عارفك مفتري، الماتش الجاي مش هتلعب يا فتحي. اتفضل مالكش دعوه انت العب. يلا 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 مش هتعشوا ولا ايه؟ انا عارف يا اخويا. تديهم حصه مديحه ولا خبص عليهم؟ حاضر يابا. دول من ساعه ما رجعوا من بره هم حابسين نفسهم في الاوضه زي ما نكون عاملين عامله. ايه مش هتعشوا؟ لا ما احناش جعانين دلوقتي. بعدين يا مديحه بعدين. ماشي ماشي. والله يا اخي انت محبكها قوي، نسبه ومش نسبه. وانا بديلك مصروفك يا محمد، ده اجرك، انت اشتغلت معايا ودي اجره ايدك. بس بقول لك ايه، فلوس الشغل لازم تشتغل، وعلى راي المثل القرش المتعان يا يتسرق يا يتصرف، والقرش اللي على الوش رخيص. خد نسبتك يا محمد. طيب ونتعشى احنا بقى قبل العشاء. هتعمل ايه بالفلوس دي كلها؟ الفلوس دي اديها لك تشغلها طبعا. عين العقل. ها عايز. طب وانت هتعمل ايه بنصيبك؟ لا انا ما تقلقش عليا، انا ان شاء الله في مصلحه كده هقضيها، ما تقلقش.
يعني اتوكل على الله واروح اطلب ايدها يا استاذ صالح. كده يبقى عداك العيب وازح، وكمان تبقى عملت الاصول. ايوه بس يعني. بس ايه تاني؟ يعني حكايه السن، انت عارف انا راجل كبير في السن دلوقتي ودماغي انت ما جيتش جنبها بقالك 10 سنين. لا حول الله يا ربي، انا اول مره اشوف واحد في حياتي هيتجوز ويتكلم عن السن، وانت لو حطيت الموضوع ده في دماغك يبقى عمرك ما هتتجوز في حياتك. يا اسطى صالح الحكايه مش حكايه سن وبس، ده سن وفقير، وبعدين انا راجل على قد حالي، شغال محصل في شركه الكهرباء، يعني ايش ياخد الريح من البلاط؟ هقول لك على حاجه يا حبشي. اتفضل. بلاش تتجوز احسن. ليه بس كده يا استاذ صالح؟ ما انت كل ما ربنا يفتح لك باب تسده بايديك في وشك. انا باخد رايك بس يا استاذ صالح. انا من رايي بقى ان انت تعتمد على الله، وان شاء الله ربك هيسهلها من عنده. ايوه، وبعدين مالك يا اخويا بتتكلم عنهم كده زي ما يكونوا ملكوا الارض ومعاليها؟ ايش حال ما ابوها صاحب مصمت؟ ايوه، واخوها في السعوديه. ادي دقنا هنا ورجع. واخوها التاني بقى من اصحاب العربيات. اخوها مين؟ احمد. طب كويس، اديك قلتها بعظمه لسانك. يعني الناس دي تمسك في ديلها بايدك واسنانك، لانك زي ما بتقول ان البليه لعبت معاهم عشان ينوبك من حب جانب. لا يا استاذ صالح انا ما بفكرش بالطريقه دي خالص. لا لازم تفكر كده عشان لما تروح لهم يحسوا ان انت واحد منهم بتفكر زيهم، ساعتها هيساعدوك، ما انت هتبقى جوز بنتهم. ويا عيني كمان لو انت بقى البليه لعبت معاك. طب ايه رايك اروح لوحدي ولا اخد حد معايا؟ انا بقى من رايي تاخد السيد رئيس الحي. حي مين بقى؟ انت تاخد البيه المحافظ. هو انت ولا حيلتك حاجه؟ ده انت حيالله مقطوع من شجره. طب ما تيجي معايا انت يا استاذ صالح. بصفتي ايه بقى؟ حلاق الباشا؟ لا يعني ناخد بحس بعض هناك، انا اقول كلمه انت تقول كلمتين والكلام الزياده تقصقصه. الكلام ده يا ابني صح لو هم ما يعرفوكش، لكن انت طول النهار داخل خارج عليهم في البيت. بس انا مرعوب، مرعوب قوي يا استاذ صالح. يبقى ما تروحش احسن. طب والراديو ده هتحطه فين ان شاء الله لما الشنطه اتخنقت كده؟ لا ما انا مش عامل حسابه. اشمعنى يعني؟ عشان الراديو ده هديه ليك يا ابو حميد. انا كنت فاكرك هتاخده معاك. لا يا معلم، لا انا جبت تلفزيون جديد وراديو جديد وهدوم جديده وظبطت نفسي تمام. طب والهدوم اللي انت سايبها في الدولاب دي؟ لا دي حلال عليك يا ابو حميد. بتتكلم بجد؟ شكرا يا معلم. عيب يا حمام. خلاص يا احمد، لو انت تسيب البيت وتمشي. سيب البيت وامشي اروح فين بس؟ ليه بتقولي كده؟ ده انا هبقى معاك هنا صبح ومساء. والله انا حاسه اني هصحى في يوم الاقي البيت فاضي عليا انا وابوك لوحدي. تراهنيني؟ ايه تراهنيني دي؟ بهزر بهزر يا ست الكل. البركه في محمد وفي مديحه. ايه يا احمد، انت عايزهم يخليله جنبي ولا ايه يا ابني؟ طب انا عندي فكره، جوزي مديحه الاول وقعديها معاكي هنا. قبل ما تقول هنا وهناك ادعي لها ربنا يرزقها بابن الحلال. وده وقت عربيات برضه يا سي محمد. ما هو يا حاج مش جايبها عشان يتفسح بيها ولا يطلع المقطم. امال جايبها ليه يا اخويا بقى ان شاء الله؟ العربيه دي لزوم الشغل يا حاج. يا واد ما تكلمنيش انت كمان، انا مش ناقصك. ليه بس كده يا حاج؟ ايه اللي جرى؟ تعال اقعد بقى. تعال. اتفضل يا حاج. فهمنا يا واد يا محمد. شغلي ده ايه بقى اللي جيب له عربيه وهو لسه في الجامعه؟ يا حاج احمد بقى له 10 سنين في الجامعه، ده بيتجوز وما طلبش منك اي حاجه تساعده بيها. اه بس ده ما يمنعش ان ابوه لازم اسال واعرف هو شغلته ايه بالظبط كده ولا لا. احمد جاب العربيه دي عشان ينقل فيها البضاعه يا حاج. اوعى تقول لي رايح ابو شعيشع والميداليات اللي كان بيعملها هو واصحابه. لا يا حاج دي هدوم. هدوم؟ هدوم ايه يا احمد؟ بيجيب هدوم من بورسعيد ويجي يبيعها هنا في مصر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. وده اسمه ايه ده ان شاء الله؟ اسمه حبشي يا حاج. الله الله الله. وايه اللي انت عامله في نفسك ده يا اخ حبشي؟ وايه البدله اليافه اللي انت لابسها دي يا واد؟ لا بالنسبه للبدله دي نافحه، جابها لي الدكتور احمد معاه من بورسعيد وهو جاي. اهو جبتش حاجه من عندي؟ مؤاخذه يا حبشي، اصل احنا متعودين عليك كده يعني. وبعدين يا حاج انا قلت اغير يعني يمكن يتحقق املي كده وينصلح حالي يعني. يا سلام. وهي البدله وحلقه الدقن والفتله لو اخذ بيغيروا حاجه في البني ادم؟ دي خلقه يا ابني، خلقه. استغفر الله العظيم يا رب. قوم يا محمد اعمل طبق مشكل حلو كده لعمك حبشي بسرعه. استنى يا محمد، انا مش جاي عشان اكل، وبعدين حتى لو كنت جعان انا نفسي اتسدد خلاص. السلام عليكم. مالك بس يا حبشي في ايه؟ محمد انا كنت جاي علشان عاوز الحاج في كلمتين. ماشي. حبشي كان عايز يتكلم معاك كلمتين كده يا حاج. طب ما تشد كرسي واقعد يا حبشي. ايه في خير؟ لا على ايه بقى اذا كان انت نورت عليا يا حاج وانا لابس؟
مش حال بقى لو كلمتك يعني عشان لا 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 يا دي حبش ده انا بضحك معاك وطول عمري بهزر معاك كده ايه اللي جد بقى ان شاء الله طلب من حضرتك طلب ويا ريت توافق خير قول في ايه لو سمحت يعني انا طالب ايد الانسه مديحه طالب طالب ايد هم بطلوا ده واسمعوا من عندي يا حاج هو انا قلت حاجه غريبه يعني ولا ايه؟ لا 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 انت ما قلتش حاجه غريبه خالص انت اتجننت كنت عايز تدردش معايا في ايه بقى؟ قوم يا حبيب بابا وطي التلفزيون كنت عايز اسالك التلفزيون ما هواش عالي قوي يا فتحي عشان يوطيه الله مش عايز تسمع الجواب اللي جالي من حبشي ولا ايه؟ مين حبشي ده كمان؟ يعني عايز تعرفي حبشي مين ولا عايز تعرفي اللي في الجواب الاول؟ والله لو الجواب ده في حاجه تسمع نسمعه وطي يا خالد التلفزيون ايه اللي خلاك تحس كانك ابن 60 كلب بتسمع كلام امك ما بتسمعش كلام انا؟ طبعا يسمعوا كلام امهم اللي قاعده في وشهم ليل ونهار بسمعهم ويسمعوني انما انت بيشوفوك امتى بقى ان شاء الله عشان يسمعوا كلامك يا ربنا يسد نفسك زي ما انت سد نفسي يا بدريه بنت نعمان انت بتبرطم تقول ايه ما تقرا الجواب حاضر يا بدريه اسمعي يا ستي بسم الله الرحمن الرحيم اخي العزيز المحترم الحاج فتحي تحيه طيبه وبعد احب ان احيط علم سيادتكم بانه في نفس الوقت الذي سوف يصلق فيه خطابي هذا ساكون قد ذهبت لابيك الحاج توفيق المحترم لطلب يد كريمته واختكم الانسه مديحه المحترمه لا كده بقى لازم اعرف مين حبشي ده في ايه يابا ولما حبشي يبقى عايز يتجوز يبقى اتجنن دي هو مش بني ادم والنبي تقول له يا احمد بقول لك ايه يا حاج انت كمان ما فاضلش غير ان انت وابنك يعلموني الصح من الغلط العفو يا حاج مش ده المقصود العفو يعني انت شايف اللي انت قلته لحبشي ده صح يا توفيق وانا قلت له ايه بس قلت له البنت لسه صغيره صغيره ايه يا حاج دي مديحة معدية العشرين من كام سنة هو برضو كبير عليها وبعدين دي بنتي الوحيدة يا ناس أنا ما أقدرش أخيب أملها مش عايزها تيجي في يوم من الأيام وتدعي عليا لا بعد الشر عليك يا حاج طب ممكن تيجي نتكلم بهدوء دي احنا بنسرق لا مش بنسرق بس عشان مديحة ممكن تكون واقفة برة مش عايزها تسمعنا وإحنا بنقطع في فروتها ماشي اتفضل يا سيدي لما نشوف آخرة هدوءك ده إيه قول لي إيه اللي مش عاجبك في حبشي بالظبط سنه لا سيبك من سنه وسيبك كمان من العجله اللي بيتفسح بيها في الشارع دي انا مش فاهم انت شايف في حبشي ده ايه الحلم اكونش انا اتعاملت في نواضري لا بعد الشر عليك اولا حبشي معاه دبلوم تجاره ثانيا موظف في اداره الكهرباء ثالثا عنده بيت ملك رابعا واد طيب وابن حلال وده اهم حاجه يا اخي انا مش بالع جوز بنتي خالص وده الصح لانه لسه ما بقاش جوز بنتك حاسبه اما يبقى جوز بنتك وايه اللي هتغير فيه بقى ان شاء الله احنا يعني ايه لما يبقى جوز اختنا مش هنسيبه كده هيبقى اتحسب علينا خلاص هناخد بايديه ونطلعه خطوه خطوه وبدل ما يفضل قاعد قدام بيت وينزل معاك المحل تحت ويمسك لك الحسابات والله عداك العيب يا ابني ربنا يكملك بعقلك وبعدين يبقى هو الجواز ايه غير اسبوعين عسل ولو جامد وجديد قوي يعني هيبقى شهر عسل وبعد كده الدنيا بتمشي بالمعروف وانت سيدي العارفين واحنا مش عايزينه غير انه يعامل اختنا بالمعروف ها ماشي واللي فيه الخير يقدمه ربنا الحمد لله كده دورنا احنا خلص ليه وفي دور تاني بعدين ولا ايه الله صاحبه الشأن لازم ناخد رايها ولا ايه عندك حق يا ابني لا ده الشرع يابا صح عداك العيب في دي بس في دي بس ايه الجنان اللي انت فيه ده مديح انت بتعيطي ولا بتضحكي عايزني اقول ايه يا حبيبي يعني لو بتضحكي قولي لي بتضحكي ليه لو بتعيطي بتعيطي عشان ايه انا قلت اللي عندي مستني اسمعك وده هيفيد ايه مدام ابوك واقف بالعكس ابوك اكتر واحد كان رافض بس انت عارفه يا مديحه انا النهارده عرفت هو قد ايه بيحبك خايف عليك اكتر من اي حد فينا رفض ليه بقى ان شاء الله استكبروا عليكي طب وانت يا احمد رايك لا انا ماليش راي انت اللي هتعيشي معايا مديحة شكلك انت كمان مستكبرة انا كمان يا احمد ما بقتش صغيرة ده يا اختي والله لسه صغيرة بس يا مديحة ما ترديش عليا دلوقتي فكري براحتك واللي هتقولي عليه هننفذه بسم الله ما شاء الله الله اكبر والبحر ده كله مين اللي هياكل
كل بألف هنا وشافها حاج عوم كمان. الله يهنيك، وانا عايز اعوم بس مش عارف ابدا منين ولا منين. يا سيدي يا سيدي، انا اقول لك تبدا ازاي. ابدا ازازه كده. ماشي. وكابوريايا. نعم يا عم احمد. وهتيجي لوحدها. عم حبشي. قول يا معلم. الله 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 الله. ايه؟ المرة دي بصيت على مرات مين؟ قول لي صحيح. ايه؟ هو انت لما شفتني انا ببص على حسنيه كنت طالع تقول لابويا؟ يا خساره. انا كنت فاكرك انصح من كده. اسمع بيت كلامي بس. اتفضل. ولا كنت جاي تبص على حبيبه القلب مديحه؟ لا، هو بصراحه انتوا كنتوا بتعملوا منبار حلو قوي. نفسي اعرف انتوا بتوشوشوا بعض في ايه بالظبط. اقول لك يا حاج، المشوي ده بقى يا احمد قايل في الاكل. اسكت بقى، ما صدقني خليها رسمي. مديحه وراك. اصل حبشي اتخض لبس طبق الرز. الحمد لله انه رز. خدي دي مني بقى. وفيها بقى سميحه. قولي انت عماله تفصصيلي وتاكليني من الصبح. وهفصص لمين واكل مين احسن مني؟ تعيش يا حبيبتي. اما العبايه دي حلوه عليكي بشكل. عجباكي؟ ما انكرش انها عجباني، بس مش معنى انها حلوه عليكي انها هتبقى حلوه عليا. اخص عليكي، ما تقوليش كده، ده انت قمر، كل حاجه واي حاجه بتليق عليكي. ليكي عندي هدية هتعجبك موت. تعيشي يا بدرية. ايه يا نينا، ما بتاكليش ليه؟ ده حتى السمك خفيف. شبعتي يا حبيبتي، وكفاية النظرة لوشك السمح ده تشبع على طول. رايحة فين؟ بتعملي ايه يا مديح؟ هودي الطبق. والله ما حد هيوديه غيري، دي حتى تبقى عيبة، يعني صاحبة العزومة قاعدة وانتي اللي تودي الطبق. يلا عودي كملي اكلك. عودي. ماشي. ونعمة التربية يا اختي. ان شاء الله تعيشي يا حاجة، ان شاء الله تعيشي. ابوك الحاج وعمك شايشع خلاص، سافروا. ما بيني وبينك السمك حلال النوم، واحنا حنلنا الشاي اهو. حبشي حبشي، سيبهولي انا انضفه ونخش انت داخل الشاي. ماشي، بس ما تكوش، انا البسه كده تعبك. لا ده انتوا مش عايزين شاي، عايزين بطاطين عشان النوم ده. تسلم ايديك. الله يخليك. نخدمك في الافراح. الله يخليك. احكي لي بقى. امال فتحي فين؟ في الحمام. احكي لي بقى قبل ما يجي. احكي لك ايه؟ المعارض اخبارها ايه؟ يعني المعارض واقفه شويه، في هدنه عندنا مشكله، بس ان شاء الله هتتحل، ما تقلقش. وهاني بايد بايد وقرش بقرش بوش بوش. في هدنه لك ليه؟ بتتفقوا على ايه؟ عليك. عاش الرجاله، عاش. الله ينور الله ينور عليك يا باشا. الله ينور عليك يا استاذ حسن. الله يخليك يا استاذ حبشي. اظن بعد المعجون ده بقى وشين ثلاثه كده. ها، هو وش واحد بس. الله، ليه في وش كده؟ لان الذمه والامانه ما لهمش غير وش واحد. ولا انت فاكرني هشتغلك واخفف في المونه واقول لك ادي وش وادي التاني؟ لا سمح الله استاذ حسن، انت مش كده ابدا. المهم، انت سلمت لي على الحاج راغب الموان؟ تصدق بالله لا اله الا الله، الحاج راغب الموان هو اللي خلانا اشتغلك بالذمه والامانه. اشمعنى؟ اول ما عارف ان انا شغال في شقه بنت الحاج توفيق وصاني عليك جامد، بس ظهر انه زعلان من سي فتحي شويه. ليه؟ ده فتحي طيب وابن حلال، ما حدش يزعل منه. هو بيقول نزل مصر وما فكرش يسال عنه. والنبي يا سي حبشي، ابقى مايل على سي فتحي وخليه يسال على الحاج راغب، ده الراجل غلبان وتعبان والسؤال عليه صدقه. انا يا استاذ حسن ان شاء الله باذن الله هاخد فتحي من ايده ونروح نسلم على الحاج راغب الموان. بس ان شاء الله كده بقى شوف لنا وشين كده كمان. الله الله الله، دي بقى الشقه بجد يا حبشي. ايه شقة بجد دي؟ وانا كنت عايش في عشه فراخ قبل كده ولا ايه يا جدع؟ مش قصدي، بهزر معاك. وسفره كمان ما شاء الله، دي جديده دي ولا مستعمله يا حبش؟ مين اللي جابها لك؟ اقول لك مين اللي جابها لي، بس ما تجيبش سيره لحد. ما تقول يا جدع في ايه؟ انا اللي جبتها. في ايه يا حبش؟ ما طبيعي انت تجيب عفشك، عيب ولا حرام يعني انت تجيب عفشك؟ لا بس عرف الجواز يعني ما بقولش كده. عرف؟ عرف ايه يا حبشي؟ يعني اسف فتحي، عرف الجواز يعني اللي ليك واللي عليك، عرف الجواز اللي بيحصل في الجواز يعني. ما ده حسب الاتفاق. هو المتعارف عليه يعني عندنا في العيله ان العروسه بتجيب المطبخ وملزماته والنجف والسجاد. ايوه، ما انا طلعت العروسه جبت الحاجات دي كلها برضه. ما تلاقيك مش دافع مهر، ولا عايزني اجوزك اختي واجيب لك النجف والسجاد كمان؟ ودفعت مهر كمان برضه. دفعت مهر لمين يا حبشي يا حبيب اخويا؟
لابوك عم الحاج. يعني انت قصدك ان ابويا ضرب الفلوس في جيبه؟ لا والله العظيم ما قصدي كده. انت هتصيح له ولا ايه؟ لا ده انا ما صدقت عم توفيق وافق انه يجوزني بنته. حرام عليك ما تبوظ. ايه رايك في الالوان دي؟ هو الراجل كان عايز يعمل لي بلتكنات هنا بس انا قلت له لا بتقع على دماغي تنمو حاجات كده يعني. لا بسم الله ما شاء الله. ومين الصناعي اللي اشتغل عندك؟ اسطى شاطر قوي بعتولي الاسطى رغب المواد. ده شغل عنبه صح؟ عنبه بدري كان عايز يعمل لي تكعيبه فوق. قلت له لا مفيش داعي من الكلام ده. عارف ان الراجل ده مجاملك قوي يا حبشي؟ بعت لك احسن صنايع عنده. طبعا مجاملني مع انه ما يعرفنيش. تعرفني انا يا جدع؟ عارف انه يعرفك كويس قوي وفي بينكم وبين بعض عيش وملح. اكتر من عيش وملح، الراجل ده هو اللي مربيني. طب يا اخي طالما مربيك وفي بينكم وبين بعض عيش وملح ومجاملك فيا روح اسال عليه. والله نسيت يا حبشي، دماغ مقلوبه اليومين دول. معذور. اذا كنت مسافر وناسي ان اختك مديحه هتتجوز يبقى هتفتكر انك تروح تزور الحاج رغب الموان. لا ان شاء الله اروح ازوره. ده انا ناوي حتى ان انا اجل سفري واحضر فرحك انت ومديحه. بس ربنا يهدي بدريه بقى. بدريه سيبك من وقفتك قدام المرايه والاحمر والاخضر اللي بتحطيه ده، ركزي معايا. براحتي. حلوه وشايفه نفسي واعمل اللي انا عاوزاه ومحدش ليقول علي. لا انا جوزك، انا الراجل وليا اقول عليك ونص، واللي هقوله هو اللي هينفذ. انت سمعاني؟ طب مش لما اعرف الاول هتقول ايه عشان اقولك اذا كان هيحصل ولا مش هيحصل. انا قررت اللي احنا مش هنأجل السفر. هم عمالين يزنوا علي عشان أجل السفر عشان احضر حفلة مديحة وحبشي، بس انا قلت لهم لا لا يمكن أجل السفر. وانت كمان ضروري تقولي لا ورجلك فوق رقبتك. طب ايه رأيك بقى اني مش هقول لا عشان الواجب انك تحضر ليلة اختك، وايه رأيك كمان ان انا اللي هعمل لها الفستان؟ يا بدرية انت ناسي اللي عندنا كفيل وهيحاسبني، والحساب مش هيبقى فلوس وبس، لا ده ممكن يبقى فيها فسخ عقد، ده ممكن يرحلونا من السعوديه. السعوديه يا بدريه. هقول انك مش عاوز تتحمل المسؤوليه وعايز تهرب من النقطه. ما هو بصراحه يعني انا ما كنتش عامل حسابي. وبعدين ما كلف الله نفسا الا وسعها. يا راجل اتقي الله، ده انت على قلبك قد كده. كل اعوذ برب الفلق. بقول لك ايه يا بدريه، مالكيش دعوه باللي على قلبي، خليني في المصيبه اللي انا فيها. بقى جواز اختك الوحيده مصيبه؟ ما تكلم ابو مازن وتقول له انك عايز تمد الاجازه يومين. مش هيرضى، انا عارفه كويس مش هيرضى يا بدريه. طب خلاص مالكش انت دعوه، انا هنزل السنترال واكلم ام مازن وهي تقول. دي فكره حلوه. ومش بعيد لما يعرفوا انك مديت الاجازه عشان فرح اختك يبعتوا لنا نقطه. ينصر دينك، اهدي احلى واحلى. ايه ده ايه ده ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في ايه راجل؟ انت قول صباح الخير الاول. ايوه انا اتخضيت، داخلين عليا الدخله دي ليه؟ في ايه؟ خير حاجه يا اخي؟ انت رايح فين؟ رايح الشغل. في حاجه؟ اقعد يا جدع انت. ايوه والله رايح الشغل. مبروك يا عريس. الله، في ايه يا احمد؟ في ايه يا محمد؟ خير؟ مفيش حاجه يا اخي، بس مفيش شغل. ايه اللي مفيش شغل ده؟ خلي عندك مفهوميه بقى، خلاص هنشتغل مع بعض. ايه ده، انت اشتريت وزاره الكهرباء ولا ايه؟ ولا هرجع اشتغل معاكم طالب من اول وجديد؟ لا انت تشتغل معانا تاجر. هتنزل معايا دلوقتي هنلف على التجار اللي بنورد لهم البيض والجبنه وكل حاجه، تعرف حساباتنا معاهم كام وبالملي. وتجيب دفتر وتجيب دفتر وتروح فاتح صفحه في الدفتر ده، اول صفحه مبروك عليك، هتروح كاتب فيها عناوين كل التجار اللي هتروح لهم دول. ليه؟ لانك بعد كده هتروح لوحدك، محمد مش هيروح معاك. وهنعرفك احنا بنجيب بضاعتنا منين وبنوزعها ازاي. بعد كده انت ومحمد هتروح على اسيوط، تروح فاتح صفحه جديده في الدفتر نفسه برضه، وتروح كاتب فيها حساب كتاب السيزون اللي احنا بنوديه للطلبه هناك في جامعه اسيوط. هناك بقى هقول لك هتعمل ايه، لان انت بعد كده هتروح لوحدك برضه، انا مش هروح معاك. بعد كده هتروح على بورسعيد انت ومحمد، انا هكون هناك في بورسعيد هستناك وتجيبوا كل الفلوس اللي انتوا لميتوها، نروح شاحنين البضاعه ومجمركينها وجايبينها على مصر. ايوه بس المشاوير اللي انتوا قلتوها دي كلها لا فيها شغل ولا فيها مديحه ولا فيها جواز. انت بتاخد كام في شغلانه كشاف النور ده؟ ما هو مفيش داعي بقى للاحراج ده. ما هو خلاص ما يهمكش، مفيش حاجه، اضرب اللي انت بتاخده في 10 وهتاخدهم اول ما الهدوم تخش مصر. بقول لك ايه، ما تحسش بنفسك قوي، ده احنا كل اللي عايزينه اي حاجه في الدنيا نثق فيها ونأتمنها على فلوسنا ومالنا. ها بس مديحة وشغلي. احنا شغلك. الله،
ومديحة خلاص انا استأذنت لك منها كام يوم. وبعدين انا عايز اقول لك على حاجة يا ولد، انت لازم بقى تعمل لنفسك قرشين كده، ها منظر كده، ده انت عندك اسكندرية وميامي وسيدي بشري والجواز والجمبري ايوه، ده انت دلوقتي تلاقيك يا عيني على الحديدة بتسأل الله حق النشوق. ما تفكرنيش بقى يا محمد، ابوك مص مصني خلاني على عضمه. ناوينا كسوتك. ها قلت ايه؟ قلت لا اله الا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. يبقى على البركة، نتكل على الله انا وانت دلوقتي، واحمد يلحق يروح يلم بقيه فلوس الكتاب، وبعد كده يطلع يلف على المحلات اللي احنا مش هنروح لها في حدائق القبه ومصر الجديده واللعب ده كله، وبعد كده نتقابل كلنا في بورسعيد. يلا بينا. طيب اروح اودع مديحه واجي لكم. لا 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 مديحه بعدين، بقول لك يا واد اسكندريه والجمبري والسيدي بشر يلا. الله 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 على الشياكه والاناقه والجمال، مبروك يا حبوشتي. بجد يا احمد جميله؟ اه طبعا، لو مش مصدق بص في المرايه. يا جماعه مين اللي في المرايه ده؟ انا مش مصدق. انت يا حموش، انت يا حبيبي، الف مبروك عليك. ربنا يخليك. خلاص بقى هتعمل ايه؟ خليها عليك كده، خليك لابسها يا حبيبي. حول احمد، يعني البدله دي بقت بتاعتي؟ اه امال ايه. طبعا. حلو قوي، حلو قوي، ربنا يخليكوا ليا يا رب، ربنا يخليكوا ليا. ايوه اتنفش اتنفش في خليك على مستوى البدله. بمناسبه بقى البدله والنفشه، من هنا ورايح مالكش غيرها يا حبيبي، لا هتتكلم ولا هتسمع، انت اخرس. اخرس ازاي؟ مش فاهم. شفت بقى اديك بتتكلم، او في اخرس بيتكلم. ماشي يا سيدي، اخرس اخرس بس افهم. الله، هو مش قالك ما تتكلمش؟ انت اخرس وما بتسمعش كمان. ايه طب اخرس ماشي، بس ما بسمعش دي ازاي؟ يا عمي بص يا واد، اللي عايز تفهم يا حبش يا فهيمة. يلا يا عمي يلا. لا بهالك 8000 جنيه بالتمام والكمال يا حاج. تمام. ولا مسعد خد يا دخل فلوس دي جوه، وجهز البضاعه بتاعت الدكتور. هو ده الشغل، تجيب فلوس تاخد بضاعه، ما تجيبش فلوس ما تاخدش بضاعه وتروح عليك الفلوس يا حيل. عسل الحاج. بس هو وانت الساده بقى يا حاج، يعني بعد كده هنجيب فلوس ومش هناخد بضاعه؟ لا ومش اي فلوس، دي فلوس كتير قوي كمان. لا 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 بقى كده انا مش فاهم حاجه، ما تفهموني يا بهوات بالراحه، يعني ايه تجيبوا فلوس وما تاخدوش بضاعه؟ انا هفهمك يا حاج، ده لان الفلوس اللي جايه انت لا هتشوفها ولا هتهوب ناحيتك. شايف الراجل اللي واقف هناك ده؟ ايوه شايفه. ماله؟ ده راجل زي الفل. الراجل اللي هناك ده بعيد عنك، يعني اخرس لا بيسمع ولا بيتكلم، وبعيد عنك برضه ورث ورث كبير قوي عن ابوك باشا، وبعيد عنك طلع جدع ادانا ال 8000 جنيه واتفقنا معاه بعيد عنك ان احنا هناخد كل فلوسه واملاكه عشان نشغلهم له، وبعيد عنك برضه اتفقنا ان احنا نشفط نص بضاعه بورسعيد وننزلها مصر، وهنبطرك يا مصر ببضاعه من بورسعيد. بس طبعا مش هناخدها منك يا حاج، هناخدها من الحاج قادر رشوان، الراجل الكامل من الكوامل اللي يعرفوا فعلا يعملوا الناس ازاي. رشوان ده ايه؟ يعني انا ما بفهمش في الناس؟ يا باشا يا باشا اتفضل تعالى نورنا. بس بقول لك ما بيسمعش انت يا كراسي. يا مسعد بسرعه. اهلا اهدى بس يا دكتور شويه كده، اهدى والنبي كده وفهمني ايه اللي بيحصل. يا سيدي انا لا ههدى ولا هتكلم ولا عايز لا اله الا الله، انت رزقك معانا خلص افهم بقى. يا راجل تف من بقك، طب عليا الطلاق بالثلاثه، ما انت متعامل مع حد في بورسعيد غير. تصدق بقى يا حاج انك هتطلق لاني مش هتعامل معاك تاني. الله خلاص بقى يا دكتور، ريح بقى واهدى كده، الراجل حلف بالطلاق مش عايزين نخرب عليه. شوف ايه اللي يريحك يا دكتور وانا اعمله لك، واذا كنت يا سيدي زعلان من اللي حصل ادي راسك ابوسها يا سيدي. لا 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 لا، الله يبارك لك الله يبارك لك. لا راسي ولا ايدي، لا راسي ولا ايدي، الله يخليك. حاضر، انا علشان خاطر محمد وعلشان خاطر الراجل الجميل ده انا هشتغل معاك تاني، بس بشروطي. اشرط يا سيدي، ولو فتحت حاجك بكلمه ابقى اديني بالجزمه اللي في رجلك. لا يا سيدي العفو العفو. طيب احنا هنبدا الشغل مع بعض بطلبيه صغيره كده بقد 100000 جنيه، هنجيب لك 50000 جنيه وناخد الطلبيه يوميه. يعني تاخدوا بضاعه ب 100 وتدفعوا 50؟ الله، انت مش قلت مش هتتكلم؟ تصدق انت كان عندك حق، الراجل ده مش مظبوط. يلا بينا يا جماعه. خلاص خلاص بس عودوا يا بهوات، كمل يا دكتور. انت كده هيبقى لك عندنا 50، هتفضل ال 50 دي معانا لحد ما نتصرف في البضاعه ونجيب لك 100 وناخد بضاعه ب 100. يبقى في 50 رايحين جايين بينا وبينك كده طول ما احنا شغالين مع بعض. وانا موافق. يلا نقرا الفتح. لا قبل الفتح احنا لازم نقفل على الحساب القديم، ولازم نقفل الصفحه اللي فاتت. ما قفلناها يا دكتور، والواد بيجهز لك البضاعه جوه اهو كله تمام. لا مش كله تمام يا حاج، انت لازم تتغرم عشان اللي عملته معانا المره اللي فاتت ما يتكررش. واتغرم ليه؟ الله، احنا قلنا ايه؟
خلاص اللي تشوفوه يا سيدي. هتتغرم 2000 جنيه يا حاج. 2000 جنيه مره واحده يا دكتور. اتكلم اتكلم اتكلم. انا قلت يلا بينا. خلاص خلاص والنبي تقعدوا. يا دي يا مسعد هات 2000 جنيه من عندك. هم 2000 جنيه دي فلوس. ألف هنا وشفا. بسم الله ما شاء الله قطر بياكل مش بني آدم. عايز ايه؟ ما تنطق عايز ايه؟ انطق ازاي؟ انت مش قلت له اقراص خالص؟ ما تتكلمش ادي اقراص اهو. يا سيدي ما تتكلمش لما يبقى في حد موجود واحنا مع بعض اعمل اللي انت عايزه. احمد راح فين؟ احمد بيحمل بضاعة مع الحاج حامد. كل ده؟ طب وانت وراك ايه يعني؟ ما انت قاعد اهو مروق دماغك وعمال تاكل سمك وهتاخد فلوس كمان، عايز ايه تاني؟ بمناسبه الفلوس بقى احمد هديني كام؟ لا ماليش فيه. يبقى اساله هو لما يجي. اهو جالك اهو. السلام عليكم. هتديني كام اهو؟ ايه؟ احمد بقى والنبي انا عايز اروح بقى، عايز اروح. لا مفيش مروحه النهارده، احنا هنبات وهنمشي ان شاء الله بكره بالليل. ليه بس يا احمد؟ عايز اروح. وايه اللي ليه؟ الله في شغل ورانا شغل. في حاجه يا احمد ولا ايه؟ بعدين افهمك. دلوقتي انا بجهز 3 عربيات، كل واحد فينا يركب عربيه. اول ما نروح عند الجمارك مش عايز حد يتكلم فيكوا خالص، انا بس اللي هتكلم. ولا حتى انا؟ ولا حتى انت لو سمحت. انت طبيعي طبعا مش هتتكلم. اللي بالكراسي. ها السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كنت بس بسال على الاستاذ خالد الوردان رئيس الورديه. بأمر. انا خالد الوردان. يا اهلا وسهلا، انا جاي لحضرتك من طرف الاستاذ حسين الحناوي عضو مجلس الامه. أمر أمر. هو كان اتصل يا فندم ووصى علينا. حصل يا سيدي حصل. المطلوب ايه؟ يعني سعادتك ترعينا في الجمارك شويه وتعاملنا باقل فئه ممكنه، لان كل الحاجات دي جايه لوجه الله تعالى. كل الحاجات دي جاي لوجه الله تعالى؟ ايوه يا فندم. ده انتوا على كده هتدخلوا الجنه عدل. يا رب يسمع من بقك ربنا. وانا عاوز اعرف بقى الكراتين دي فيها ايه لوجه الله؟ دي يا فندم هدوم ملابس كلها موجوده للمعاقين. بص حضرتك الراجل اللي قدام ده لا بيسمع ولا بيتكلم، بعيد الشر عنك. ساهم هو ومجموعه من الناس الاحباب يعني علشان يجيبوا الهدوم دي. وادي كشف سعادتك لو حضرتك تحب تطلع عليه كل امضاءاتهم. انا لا عايز اطلع على كشف ولا على امضاءات. انا عايز اعرف الكراتين دي فيها ايه؟ يا رجب، محمود، عيسى، نزلوا كل الكراتين دي وفتشوا العربيات. يا محمد، محمد، خليك معاهم بسرعة، أنا جاي. ماشي. وانت بقى يا سيدي ايه علاقتك بحسين دي؟ ده معرفة قديمة يا فندم. معرفة قديمة؟ طب أنا يا سيدي ليا عنده خدمة صغيرة قد كده اهو، رغم إني عارف إنه قتل وما بيخدمش حد، تقدر تساعدني فيها؟ يا فندم العفو، اعتبرها قضيت خلاص. هلا انا لو مش هساعد سعادتك طب هساعد مين؟ ظبطنا بضاعه متهربه يا ريس. مدسوسه مدسوسه والله. بضاعه متهربه مدسوسه طبعا. هجيب انا ليه بضاعه متهربه؟ لا اله الا الله. بضاعه متهربه يا محمد. في ايه؟ بقول لك في بضاعه متهربه. يا استاذ استنى، ايه ده حضرتك؟ مش بضاعتك انت يا اخي؟ حرام حرام عليك، سيبت ركبي افتكرتها بضاعتنا. اهدوا يا اساتذه، البضاعه المتهربه دي في العربية دي مش في عربيتكم. لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا بحسب حضرتك بتتكلم على عربيتنا إحنا. لا يا سيد، اسمع، أنا عايزك تعمل محضر بالواقعة وتحرز البضاعة المتهربة، فاهم؟ وتخلص حاجة الأستاذ. يا سيدي بارك الله فيك، ربنا يكرمك. الحكاية دي بقى بتبقى عقوبتها إيه يا أستاذ خالد؟ بيدفع جمرك البضاعة المتهربة وعليها الغرامة. يعني ما فيهاش حبس؟ ساعات بيبقى فيها حبس. النيابة هي اللي تقرر. احنا كل اللي بنعمله ان احنا بنعمل محضر بالواقعه ونبعته النيابه، والنيابه هي اللي بتتصرف معاهم. لا لا لا، بص بص بص، بص بيدس الحاجه ازاي ده؟ ده حطينا في الباب من جوه يا بيه. يا استاذ يا استاذ، احنا ساعات بنلاقيها مدسوسه في سقف العربيه كمان. لا اله الا الله، ما هو لو البني ادم يستغل عقله في الخير عمرنا ما كنا هنبقى كده ابدا. والله عندك حق، عشان كده احنا هنضطر نفك بيبان عربيتكم انتوا كمان. لا 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 لا، سعادتك فك البيبان، فك السقف، ده انا ركبي ثابت. ايه رايك يا سميحه؟ عروسه ايه؟ واحلى عروسه كمان. كمان ربنا ما يحرمنيش منكم ابدا. يبقى هنثبت على كده.
وما يبقاش ناقصك غير حاجه واحده بس. ايه هي يا بدري؟ لا دي هديه مني ليكي بقى، استني لما اجيبها من الاوضه. هتكون ايه هي الحاجه اللي ناقصه ومشغوله عليها قوي كده دلوقتي لما تيجي تعرفي؟ بقولك ايه يا مديحه؟ ايه حبشي ده طلع بيفهم. اشمعنى؟ عشان اختارك زوجه وعروسه، اصلا ما يقدرش الجمال غير اللي بيفهم، وشكلها كده قصه حب قديمه. طب تصدقي بالله؟ لا اله الا الله، اهو حبشي ده اخر واحد في الدنيا دي كلها كنت افكر احبه او اتجوزه. قال على راي المثل البعيد قريب، والبعيد طلع بيفهم. والله ما حد بيفهم الا انت يا سميحه. انت عارفه انا ما كنتش اتخيل ان واحد زي حبشي ده بيعرف يحب اصلا، بس انا بحمد ربنا ان انا عرفت الحب على ايد واحد طيب وابن حلال زي حبش. ده ايه الشعر ده كله؟ كده بقى تبقى عروسه كامله متكامله من مجاميعه، ما ينقصنيش غير الدفع. ربنا يخليك ليا. مبروك يا حبيبتي. الله يبارك فيك. مبروك. ربنا يخليك ليا. القف عريس وتعالى معايا. على فين؟ على سعيد الترزي. ليه؟ ما تفتح اللفه وانت تعرف ليه؟ يعني افتحها؟ جرى يا حبش، امال اجيبها لك ليه؟ افتحها حبيبي افتحها. الله، ده حته قماش مهير. ايه فله انت ناسي انت عريس ولازم تبقى اشيك عريس جنب احلى عروسه. ايوه بس كتر خيرك يا فتحي، الحمد لله محمد واحمد جابوا لي حته دين بدله من بورسعيد عسل. يا عم زياده الخير خيرين، خلي بدله بورسعيد دي لخروجك لمقابلاتك، اما بدله العريس لازم تتفصل طبعا عشان يعني لا مؤاخذه تداري اي عيوب، مع اني ما شاء الله يعني انت ما فيكش عيب يا حبشي. ما انا عارف، بس انت يعني انا بقول لك يعني الظروف اللي احنا فيها دي مش عايزين تكاليف، يعني لازم نوفر. جرى لك يا جدع، انا بعمل معاك واجب، وبعدين انت بتتكلم كتير كده ليه؟ معلش يا فتحي، علشان انا عندي ميعاد دلوقتي مع الحاج شويه مشاوير كده هنعمله قبل الفرح. مش المشوار بتاع بلح بتاع الفراشه؟ يا عم ما تقلقش، انا اتفقت لك على كل شيء، فراشه وكراسي وجاتو وبسطه وكل لوازم الفرح، وباسمك كمان يا حبشي. ايه الدلع ده كله بس؟ بس بقول لك ايه يا حبشي؟ اوعى تكون فاكر ان انا بدلعك عشان سواد عيونك ولا عشان طلعتك البهيه. انا بدلعك يا حبشي عشان انت هتبقى جوز اختي حبيبتي الوحيده، اللي لو عرفت في يوم من الايام انك زعلتها او دوست لها على طرف هزعلك يا حبشي.